اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدعاء اللي سمعناه من سيدنا اللي بيسندنا دعاء بيسموه دعاء العافية، وورد في حديث إن رجل سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أفضل؟ قال سأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. تاني يوم سأله قالوا نفس الكلام، تالت يوم سأله قال ولو انت ربنا عافاك في الدنيا والآخرة هتحتاج حاجة بعد كده؟ ايه هو الدعاء بقى الجميل ده؟ يلي عاوز العافية، يلي عاوز القوة، يلي عاوز الصحة، يلا هو سيدنا بيقول لنا وبيعرفنا ده. فبيقول ايه؟ اللهم عافني في بدني. اول شيء اللهم قلنا يعني يا الله، عافني في بدني يعني ارزقني العافية في جسمي كله، جسمي كله. لما الجسم يعافى أولا مزاجك هيبقى معتدل، ثانيا هتعبد ربنا وانت كده ايه مبسوط، ثالثا كل الأعضاء خلي بالك بتذكر الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى اللهم عافني في بدني، ارزقني العافية في بدني كله. ايه تاني؟ خصص بقى من البدن حاجات مهمة. ايه هي اللي هي بتشغلك بقى عن الله، اللي هي بتروح مع الدنيا ومع الملاهي؟ ايه هي؟ اللهم عافني في سمعي يعني لا أسمع به إلا خير، ولا أسمع به الإساءة، ولا أسمع به الغيبة ولا النميمة من حد، أسمع بس ما يرضيك من الذكر، من القرآن، من الكلام المباح العادي، فما اسمعش بودني حاجة فيها أذى للآخرين أو ضرر. وإيه تاني؟ اللهم عافني في بصري. يعني إيه عافني في بصري؟ ارزقني العافية في بصري، أفضل أشوف لحد ما قبلك. وإنت دعاء لكل واحد، أنا أظن أنت وإنتي عاوزين تفضل ببصرك كده تشوف عدوك من حبيبك إلى يوم تلقاه يا رب جميعا. فعشان اللهم عافني في بصري لا أرى إلا الخير، لا أرى إلا نعمك فأشكرك وأحمدك، لا أرى بها السوء، ما بصش بيها على الشيء المحرم، ما بصش بيها كده ولا كده، ده للرجل وللست. اللهم عافني في بصري. وبعد كده ختم بثناء ومدح، لا إله إلا أنت. يعني إيه؟ يعني لا أحد يفعل ذلك معي إلا أنت. يبقى الإنسان يعمل كده عشان خاطر تجي له العافية. يلا كلنا نقول، ونقولها دلوقتي وسهلة وحفظها، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.